الساعة 11 صباحا عامل في محطة السكة الحديد بيعمل صيانة، يلاقي هيكل عظمي لطفل مرمية على قضبان القطر وواضح ان بقالها كتير. يتعمل بلاغ في الشرطة علشان يلاقوا بعد البحث 3 جثث كمان في اماكن مختلفة في السكة الحديد، وبعد كام يوم من البحث الجنائي يكتشفوا 12 جثة بنفس الشكل، وتبدأ أكبر عملية تحقيق في قضية أطلق عليها التوربيني، والقضية دي ليها تصنيف عالمي. هنتكلم عن التوربيني القصة الكاملة. 2006، العامل اللي لقى الجثة الأولى والناس اللي معاه كان عندهم صدمة كبيرة بسبب المنظر اللي شافوه، والصدمة كبرت أكتر لما العدد وصل ل 12 جثة، وده العدد اللي قدر الأمن يوصله بعد البحث في كل محطات والأماكن الخاصة بالسكك الحديد. واللي خلى الأمن يعرف أعمار وبعض المواصفات لجثث الأطفال دي هو الطب الشرعي، اللي أجمع إن كل جثث الأطفال دي تعود أعمارها من 11 سنة ل 13 سنة، وإن كلهم بلا استثناء تم الاعتداء عليهم جنسيا، وطريقة موتهم مختلفة، لكن العدد الأكبر منهم ماتوا بسبب دهس القطار. يبدأ الأمن في فحص كل بلاغات التغيب والاختفاء على أمل إنهم يلاقوا أي بلاغ تتطابق مواصفاته مع مواصفات الجثث اللي لقوا، وده طبعا حصل على مستوى اكبر عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، وده لان القضية دي كانت قضية رأي عام، لكن للأسف ما كانش فيه اي بلاغات تغيب تتطابق المواصفات اللي فيها مع مواصفات الجثث. ومن هنا بدأت اسئلة كتيرة، ليه كل جرائم القتل دي واحدة وفي نفس المكان اللي هو السكة الحديد، وليه كل اعمار الضحايا واحدة؟ وكان اقرب توقع لرجال الامن ان الاطفال دول من اطفال الشوارع، وده بسبب ان الظاهرة دي كانت منتشرة جدا في الوقت ده، وبدأ الامن يجمع اكبر عدد من اطفال الشوارع ويسألهم عن اي تفاصيل ممكن تساعدهم في حل القضية دي، لحد ما لقوا شوية من الاطفال دول عندهم كلام يشبه بعضه، ان كان ليهم واحد صاحبهم شغال عند حد هو المسؤول عنه، والشخص ده كان بيضربه ويسرق كل فلوسه، وصاحبهم ده مرة واحدة اختفى، وهم توقعوا انه سافر او ساب المكان خالص بسبب الشخص اللي كان بيضربه ويسرق فلوسه. وبعد شوية الامن لقى اكبر اكتشاف، قابله طفل معاهم اسمه احمد سمير عبد المنعم، والشهرة بتاعته بقه، وشكله كان باين انه متوتر جدا وانه يعرف حاجة عن موضوع جثث الاطفال اللي لقوها على السكة الحديد. الامن بدأ يركز معاه لحد ما بقه قال لهم انه هيعترف بكل حاجة بس بشرط انهم يحموه. بقه قال لهم انه شغال مع واحد اسمه رمضان عبد الرحيم، واسم الشهرة بتاعه التوربين، وبدأت ملامح القصة تبان للأمن. بقه اعترف ان واحد من ضمن عصابة كاملة تبع كلها للتوربين، ووظيفتهم السيطرة على اطفال الشوارع ويسرقوا كل فلوسهم اللي ممكن يجمعوها خلال اليوم، وتحديدا الاطفال اللي عندهم 12 سنة، وبعد ما بياخدوا منهم فلوسهم بيتم ربطهم فوق القطار، واول ما القطار يتحرك يدخل عليهم التوربين ويعتدي عليهم، وبعد ما بيخلص يفكوا الحبل وينتظروا قطار يكون جاي من الجهة التانية ويرموا الطفل ده في اتجاه القطر اللي جاي، وهو وحظه يا اما القطر يدوس عليه يا اما يخبطه جامد، وفي الحالتين نسبة النجاة تكاد تكون معدومة، وده علشان الطفل ده ما ينزلش يعترف عليهم. وبقوا اكد ان عدد الاطفال اللي تم الاعتداء عليهم وقتلهم اكبر بكتير من عدد الجثث اللي لقاها الامن، وان في اطفال كتير تم التخلص منهم بطرق تانية غير الطريقة دي، زي انهم يرموه في بير مهجور، او يرموه في مصرف مجاري مهجور، او يرموه في مخزن مية كبير جدا. ولان بقه كان عارف الشر اللي ممكن يطلع من التوربيني لما يعرف انه اعترف عليه، فعشان كده طلب ان الامن يحميه من مخاطر التوربيني، وبقه كمان اعترف على باقي افراد العصابة، وتم القبض على الشخص التاني واسمه محمد عبد العزيز السويسي، وكان مشهور باسم السويسي، وتم القبض عليه في طنطا، واعترف انه شارك في قتل اكتر من 8 اطفال مع التوربين، والكلام ده حصل في محطات للسكة الحديد بطريقة مختلفة وبطريقة عشوائية. وبرضو السويسي طلب من الامن انهم يحموه من التوربين، لانه التوربيني كان فعلا عايز يقتله، لان السويسي كان على علاقة بواحدة اسمها عزة بربش، وعزة دي كانت متجوزة التوربيني عرفي، ولما التوربيني عرف ان السويسي على علاقة بيها صمم انه
انه هيقتله، وعلشان كده السويسي هرب على طنطا والتوربيني كان بيحاول يدور عليه. وهنا ملامح القضية بدأت تبان قدام الامن اكتر. المتهم الرئيسي هو رمضان عبد الرحيم والمشهور بالتوربيني، وان باقي افراد العصابة بيساعدوه علشان ينفذ الجرائم بتاعته. بس ايه اللي يخلي شخص يقتل الاطفال بالطريقة الوحشية دي لمجرد انهم يرفضوا يدوا الفلوس للعصابة بتاعة التوربيني؟ وبدأ الامن يدور على رمضان علشان يقبض عليه. وخلال الفترة دي الامن عمل عنه تحريات كاملة، واللي اكتشفنا منها المعلومات اللي جاية. اتولد سنة 1980 في طنطا من اسرة فقيرة، واشتغل وهو صغير في اكتر من مكان، لحد ما بقى عنده 12 سنة اشتغل في كافيتيريا في السكة الحديد في القاهرة، ومن هنا ارتبطت حياته بالسكة الحديد. لكن كان في شخص اسمه عبدو التوربيني، وكان بيفرض سيطرته على الناس اللي شغالة ويضربهم ويسرق فلوسهم. ولما اعترض رمضان على طلب عبده انه ياخد منه الفلوس، وافق عبده وطلب من رمضان انه يجيله عند قطار التوربيني وهيديله كل الفلوس اللي اخدها منه. ولما وصل رمضان او الطفل رمضان ساعتها، عبده التوربيني ربطه فوق القطار واعتدى عليه، ولما خلص رماه من فوق القطر وهو بيتحرك علشان يموته. والحسن حظ رمضان وسوء حظ البشرية، رمضان ما ماتش، بس بسبب الوقعة دي جات له حالة من فقدان الوعي ومجموعة مختلفة من الكسور في جسمه، وتم نقل الطفل رمضان على المستشفى. وبسبب الوقعة دي جاله نوع من أنواع الحول الخفيف في عينه، والطفل رمضان لما فاق وبقى قادر يتحرك طلع على الشرطة وعمل محضر في عبده التوربيني اللي اعتدى عليه، وقال لهم انه رماه من فوق القطر. وتم القبض على عبده التوربيني، ولكن ما قعدش كتير في السجن لعدم ثبوت الأدلة الكافية عليه، وخرج بعد فترة قليلة جدا، لكنه مات في حادثة عربية. الحادثة اللي حصلت دي غيرت حياة الطفل رمضان تماما. أول حاجة قرر أنه هيسمي نفسه التوربيني، تاني حاجة أنه قرر أنه هينتقم لنفسه في كل الأطفال، لأنه ساعة لما تم الاعتداء عليه مفيش ولا حد ساعده، وقرر أنه هيكون مسؤول عن شغل وعن وظائف وعن مكسب كل أطفال الشوارع المتواجدة في السكة الحديد. وبدأ يكون عصابة هدفها السيطرة على الأطفال دول وجمع منهم الفلوس في آخر اليوم علشان التوربيني وعصابته يشتروا مخدرات ويعيشوا حياتهم براحتهم بفلوس أطفال الشوارع دول. لكن كان شرط التوربيني الأساسي أن الطفل يكون عنده 12 سنة، وده نفس العمر اللي تم الاعتداء فيه على رمضان من عبد التوربيني. وفي البداية ما كانش بيتم الاعتداء على الأطفال، لكن الطفل اللي كان بيعترض على أي أمر من أوامر العصابة كان بيتم استحاب الطفل ده لحد التوربيني، وكانوا بيطلعوه فوق القطر ويربطوه، وكان التوربيني يعتدي عليه جنسيا، وبعد ما يخلص يرميه من فوق القطر في لحظة مرور القطر التاني في الجهة التانية. بس بعد شوية الاعتداء على الأطفال بقى هدف أساسي عند التوربيني بغض النظر عن إنه الطفل اعترض أو لأ. وبلغ التوربيني العصابة بتاعته بالخطة الجديدة، انهم كل ما يلاقوا طفل في نفس المواصفات اللي عايزها التوربيني يقولوا للطفل ده انهم هيخرجوه ويفسحوه ويسفروه، وكل ده هيكون ببلاش، وان المعلم بتاعهم اللي هو التوربيني عنده علاقات قوية ويقدر يركبوا القطر ببلاش. فكانوا بياخدوا الطفل ده فوق القطر ويتم الاعتداء عليه من التوربيني. ولما التوربيني كان عايز اطفال من البنات كمان، اتجوز عزة بيربش لانها كانت بتساعده في انها بتجيب له الأطفال البنات لحد عنده. والمفاجأة إن رمضان اتقبض عليه قبل كده في 2005، لأنه بالصدفة كان بيحاول يعتدي على طفل، والطفل ده عرف يهرب منه ومن العصابة وطلع على الشرطة بسرعة وعمل بلاغ في التوربيني إنه حاول يعتدي عليه، والشرطة قبضت عليه لكنه خرج بسرعة برضو لعدم ثبوت الأدلة. وكان ساعتها رجال الأمن مش عارفين إن الشخص اللي قاعد قدامهم ده هو واحد من أخطر القتل المتسلسلين في مصر، وده لأنه معظم الجثث اللي كان الأمن بيشوفها بشكل عام على قضبان القطر كانت غالبا بيتم تأييدها بقضايا تسمى الدهس أثناء مرور القطار. ولما خرج التوربيني من السجن قرر أنه عايز ينتقم من الطفل اللي هرب ده وبلغ عنه، بس انتقام صعب شوي. بلغ العصابة أنهم يلاقوه بأي شكل، وأول ما لقوه
لقوه جابوه على التوربين، والتوربيني اعتدى عليه وخلى كل العصابة تعتدي عليه. وبعد الاعتداء الطفل فقد الوعي، فشال التوربيني وطلع بيه على اكبر خزان مية ورماه من فوق جوه الخزان. والتوربيني الفاجر ده ما اكتفاش بس بالاعتداء على اطفال معينة، وصل لمرحلة انه كان بيعتدي على اي طفل ممكن يلاقيه بالصدفة. هو وعصابته كانوا داخلين واحد من انفاق السكة الحديد، وهم داخلين لقوا طفل نايم لوحده على الارض، فطلب من كل العصابة انهم يعتدوا عليه ويسرقوا الفلوس اللي معاه. وبعد ما خلصوا طلب منهم التوربيني انهم يخرجوا البر، وجاب حجر كبير وقعد يضرب الطفل ده على راسه لحد ما اتأكد انه مات تماما. وهو ده الطفل اللي العامل لقى جثته اللي اتكلمنا عليها في اول الفيديو، وهو السبب الرئيسي في فتح التوربيني وعصابته. بعد ما تم القبض عليه واجراء التحقيقات معاه، اعترف انه قتل اكتر من 32 طفل بنفس الطريقة. ومش كل الضحايا الامن عرف يوصل لجثثهم، لان كتير من الضحايا الجثث بتاعتهم تلاشت. وبعد المحاكمات لمدة طويلة تم الحكم بالإعدام على التوربيني وعلى عصابته، وتم تصنيف قضية التوربيني عالميا أنها رقم 21 على العالم في أكثر الجرائم وحشية وبشاعة على مستوى العالم. سلام عليكم.